بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الشريحة سقط السهو تابعة على Bounding Exclusion Principle. لو جانا سؤال بشكل تالي: Compute maximum number of electron that have the following quantum number. عدة أمثلة عندنا هون، يا ريت بعد ما نمشي كم مثال توقف الفيديو وتكمل لوحدك بعدين نطلع الإجابة. فمثال، أول مثال عندي هون إن تساوي 3، إن تساوي 3 طبق هاي القاعدة مباشرة، 2 إن تربيع يساوي 18 إلكترون. وين 18 إلكترون موزع في هذا المدار؟ في 3s الكترونين، وفي 3b 6 الكترونات، وفي 3d 10 الكترونات، التوتال 18 الكترون. الان اذا اعطانا n و l، سهله جدا، n و l قيم ال 0 s 1 p. اذا هون المثال هذا اعطانا اياه p، وعندي 2 فهذا الفلك هذا هو 2p، ومعروف انه 2p تستوعب 6 الكترونات ماكسيمم، لذلك 2p 6 هنا، يعني الماكسيمم نمبر اوف الكترونز 6 إلكترون. هون N تساوي 2، L تساوي 2، كم الجواب؟ خلينا نشوف، يلا فكر. 1 2 3، طبعا هنا لا يجوز، لأنه L تساوي قيم 0 و 1، لأنه من 0 إلى N ناقص 1، N عندي 2 ناقص 1 1، وبالتالي هذا شو أحكي عن هذا المثال؟ هذا المثال impossible. So maximum number of electron لازم تختار جواب اللي هو كم؟ صفر. والآن خلينا نشوف المثال الثاني الرابع. N تساوي 3 L 2 ML 0. هون يعني بدأ شوية دقة أكثر لأنه أعطانا quantum number جديد. الآن N تساوي 3 L تساوي 2، L تساوي 2 هو فلك D، لذلك الفلك إيش نوعه؟ هو 3D. طيب 3D يقسم إلى 5 orbital. الـ ML للأول ناقص 2 ناقص 1، الثاني الثالث 0، والرابع 1، والخامس 2. طيب هالفلك اللي ام ال له 0 كم ماكسيمم نمبر اوف الكترون يستوعب؟ يستوعب الكترونين، لذلك شو بنحكي هون؟ 3D have 1 ام ال equal 0 فقط، والباقيات 1 وناقص 1 و2 وناقص 2 ما بنعد، لانه قيدني ب ام ال يساوي 0، هذا التقييد اسمه. لذلك ماكسيمم نمبر اوف الكترون هي equal 2. اذا اعطاني N تساوي 3، L تساوي 1 محلولة، هذا 3P، ML يساوي 2، ماشي. الآن N تساوي 3 في L تساوي 2 إلها ML 2، لكن L هذا لأنه ML مرتبط مباشرة بL، ما ناش علاقة في M. الآن هذا ال L المعطى في السؤال، هل ML L تساوي 2 صحيح؟ طبعا لا، وبالتالي هذا شو نحكي عنه؟ هذا نحكي عنه أيضا impossible، وبالتالي total number 0. ليه زيرو؟ لأن الـ ML هاي مش لهذا الـ L اللي معطى في السؤال المقيدين فيه. نجي للمثال اللي بعده، N تساوي 3، L يساوي 2، M S minus half. الآن من خلال قيمة N و L عرفنا أنه 3D. طيب 3D كم maximum number of electron؟ 10. طيب الآن كم واحد من هذول العشرة له M S ناقص نص؟ طبعا نص هذا العدد اللي هو 5 إلكترونات راح تكون للأعلى موجب نص، وخمس إلكترونات الأسفل ناقص نص، لذلك هم نحكي الجواب 5. إذا 3D have 10 electron, so the half of them equal 5, so maximum number equal 5. لاحظوا هذا السؤال شوي صعب أو صعب كثير، لأنه أعطاني فقط N وأعطاني MS. في هاي الحالة أنا راح أخذ بعين الاعتبار جميع الأوربيتالز الموجودة في N تساوي 3. طيب إن تساوي 3، إل كم تساوي يا ترى؟ 0 و 1 و 2 3، لا إذا كم؟ 0 و 1 و 2، S و P و D. طيب S و P و D كم سعتهم القصوى؟ 18 إلكترون زي ما هو موجود في المثال الأول. إن تساوي 3 السعة القصوى 18. طيب MS موجب نص، ال 18 هذولا 9 منهم راح يكون للأعلى و 9 للأسفل، لذلك هنا بنحكي الجواب يساوي 9. يا ريت الجميع يوزع ال 3s وشوف كم الكترون للاعلى. ال 3b هيلاقي فيهم 3، وال 3d هيلاقي فيهم 5، 5 و 3 و 1 يساوي 9. الان هاي كمان ادق شوي، اللهم صل على محمد. n تساوي 4 ml، ها ركزوا، مش ال ml تساوي 1. هذا السؤال ركز فيه كويس عشان ما انتهش. طالما ما اعطانا ال انا مجبر اخذ كل قيم ال، يعني هاخذ ال صفر
واحد واثنين وثلاثة. الآن ال تساوي صفر اللي هو s orbital، هل له m ال واحد؟ لا، لأن هذا يستثنى. طيب الآن لما ال تساوي واحد هيكون رمزه for p. طيب هل p هذا له m ال يساوي واحد؟ نعم، orbital واحد. إذا في عندي m ال واحد في ال p، وفي عندي m ال واحد في ال d، لذلك راح يكون ركز كويس for s for p for d for. هذا الاس بدي ألغي، يعني خلينا أشطبه، هذا الاس بدي ألغي لأنه ما في ام ال تساوي صفر، ما في ام ال تساوي سوري واحد، هذا في ام ال تساوي واحد، فلك واحد من الثلاثة، وهنا فلك واحد من الخمسة، وهنا فلك واحد من السبعة، وبالتالي عندي ثلاثة أفلاك كل فلك فيه إلكترونين، شوف النمبر في إلكترون إيكوال إكس. فاللي بعده سوري شوي، خلينا يعني نفكر فيه شوي، ان تساوي خمسة ام ال بيساوي ثلاثة. بما انه ما حدد ال، اذا انا مجبر اخذ كل قيم ال، عندي 5s و 5p و 5d و 5f و 5g. طيب s و p ركزوا، s بدي الغي لانه ما في ام ال يساوي 3، و p بدي الغي لانه ما في ام ال يساوي 3، و d كمان ما في ام ال. هذا في موجود طبعا، لانه الاف عباره عن 3 الى ناقص 3، والجي 4 إلى ناقص 4 فيهم 3، إذا هذول اثنين كم فلك؟ فقط في عندي 2 orbital، وبالتالي total number هون equal 5 سوري 4. خلينا نشوف هذا المثال، هذا المثال أعطانا n تساوي 4 l تساوي 3، هذول يبينوا أنه عندي أنا 3p سوري 3d f 3 ليش f؟ لأنه ال تساوي صفر s، واحد p، اثنين d، ثلاثة f. هنا قيدني إنه ال تساوي ثلاثة، فهو يقصد الفلك 3f. m ال تساوي واحد، كم orbital في ال m ال كم orbital في 3f؟ m ال إلها يساوي واحد، أنا عندي سبعة صح؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذا شو حيكون؟ ناقص ثلاثة، ناقص اثنين، ناقص واحد، صفر واحد. فهذا الواحد اللي هو ML1 فيه إلكترونين، واحد للأعلى والثاني للأسفل، هذا اللي للأسفل هو اللي له ناقص، لذلك هنا فقط راح يكون عندي إن تساوي ماكسيمم نمبر تساوي واحد. طيب إن تساوي أربعة، ML يساوي صفر، MS يساوي موجب محسن، هاي بدها تفصيل دقيق جدا، يا ريت الجميع انتبه. إن تساوي أربعة يعني ال كم؟ من صفر لثلاثة، إذا عندي S و P و D سوري S P D و F، S P D F. S فيها orbital واحد في M L صفر، وكذلك الحال في P، وكذلك الحال في D، وكذلك الحال في F. لذلك أنا عندي في كل orbital من هذول الأربعة orbital واحد إلو M S تساوي صفر، لذلك هون each one have one ml equals، يعني كل واحد من هذول الأربعة فيه ml تساوي صفر. طيب إذا عندي كم orbital؟ عندي 4 orbital بسعة قصوى 8 إلكترونات، لكن نص الثمانية لهم موجب نص، والنص الآخر لهم سالب نص، لذلك شو نحكي الجواب هون؟ الجواب هو 4 إلكترونات. آخر مثال n تساوي 3 ml بيساوي 1، وهنا ننتبه أيضا نأخذ جميع احتمالات L واللي هي من 0 1 و 2. طيب 0 رمزه S ما فيهوش ML 1، وال 1 في ML 1، و 2 في ML 1، إذا كان عندي هنا كم أوربيتال يا جماعة؟ أنا في عندي ركسو N تساوي 3 L تساوي 0 1 2، 0 يلغى لأنه ما في ML does not have ML equal 1، but 3P 3P and 3D ثواني ML يساوي واحد هنا في الأس أو في 3S ما في، but في 3P و 3D في عندي واحد واحد، لذلك أنا عندي كم إلكترون؟ عندي 2 orbital،
سعتهم القصوى 4 الكترونات، ما قيدني في ام اس، لو ضاف لها ام اس كان قسمنا هذا 2 يساوي 2. اتمنى من الله سبحانه وتعالى، وارجو عفوا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم جميعا. هذا المقطع طبعا هو يخص الانورجانيك 1 ويخص الجنرال كيمستري، عشان هيك راح نزله بالاسمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب دعواتك.